عشان كده برغم ظروف الجائحة اللي ربنا يا رب يحفظ بلدنا ويحفظ الإنسانية كلها من تبعاتها ومن مشاكلها، مصر وهي بتستضيف النسخة 27 من كأس العالم لكرة اليد بتراهن على المجد بجد، بتراهن إن بكل هذه الظروف الصعبة اللي اتكلها العالم مصر تنظم البطولة وتستقبل وفود كل الدول المشاركة. النهاردة وصلت الأرجنتين والكونغو، بيتواصل أو بيتوالى وصول اليابان، سبقت ولعبت الماتشين الوديين ومنتخب مصر فاز في المباراتين الوديتين، وطمن الجهاز الفني على حالة المنتخب. اللي هقول لكم النظام هيمشي يعني ازاي، يعني المنتخب كان مخطط له 12 مباراة دولية يا استاذ ابراهيم، ريشيو على 2. انا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لان الدولة عملت اللي عليها على اعلى مستوى. يبقى الناحية الفنية، يا رب يكون حظ كرة اليد احسن من كرة القدم، ان احنا عشان يعني يظل هذا الحدث في قلب ووجداننا صحيح، نكمل لحد الاخر بنتائج تليق بالمنتخب المصري رغم الصعوبات. طيب عشان تتفرجوا وتتابعوا البطوله كده وانتم ان شاء الله فرحانين بمنتخب مصر وداعمين ليه باذن الله، اقول لكم ان مصر بتلعب في المجموعه السابعه، هتلعب مع شيلي يوم 13، مع التشيك يوم 16، ومع السويد يوم 18. منتخب مصر بيلعب في المجموعه السابعه، بينما في المجموعة الأولى فيها ألمانيا والمجر والأوروغواي والرأس الأخضر، والمجموعة الثانية فيها أسبانيا وتونس والبرازيل وبولندا، الثالثة فيها كرواتيا وقطر واليابان وأنغولا، الرابعة فيها الدنمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية، والخامسة فيها النرويج والنمسا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما في المجموعة السادسة البرتغال والجزائر وأيسلندا والمغرب، المجموعة السابعة زي ما قلت لحضراتكم مصر، وعشان تحفظوا ماتشاتها يوم 13 و16 و18. 13 16 18 13 مع شيلي، التشيك معانا يوم 16، والسويد معانا يوم 18. في المجموعه الثامنه سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبيه وروسيا، الثمان مجموعات كل مجموعه بتلعب الفرق مع بعضها، يعني كل فريق هيلعب الثلاث مباريات، هيصعد ثلاث فرق من كل مجموعه من المجموعات الثمانيه، يعني هيبقوا 24 مجموعه، 24 فريق هيتأهلوا للدور الرئيسي الثاني، هيتقسموا إلى مجموعات السبعة والثامنة هيقعوا مع بعض، يعني احنا في الدور الجديد هيطلع من مجموعتنا ثلاث فرق من الفرق الأربعة، هيبقى معانا ثلاثة من الأربعة اللي في المجموعة الثامنة، روسيا وكوريا الجنوبية وبيلاروسيا وسلوفينيا، الأربعة دول فيهم ثلاثة هيقعوا معانا عشان تبقى دي مجموعة الست منتخبات. النظام معقد، تفاصيله هنترك المتخصصين قوي، لكن عايز اعلق بسرعه على المجاميع. ايوه، يعني المجموعه الاولى مجموعه متوازنه، المجموعه الثانيه يعني اصعب شويه، المجموعه الثالثه اسهل شويه، المجموعه الرابعه اسهل خالص، ما فيهاش الا الدنمارك. ايوه، الباقي كله عنده حظوظ. ايوه، المجموعه الخامسه النرويج فرنسا، دي مجموعه النمسا، لا النرويج وفرنسا طبعا اقوى اثنين. المجموعه السادسه بقى كنت اتمنى ان انا اكون فيها بدلا عن يعني البرتغال، الجزائر، ايسلندا، المغرب. ايسلندا هي واعتقد ان ايسلندا والجزائر، بس عايز اقول لك على حاجه، في القرعه في نظام البطوله الجهاز الفني للدوله المستضيفه من حقه يختار المجموعه، فاختار المجموعه السابعه لحسابات المجموعه الثامنه، يعني هو باصص على الدور الثاني يلعب مع مين، هو باصص على الدور الثاني. ايوه، وعايز يحقق المفاجاه في يعني هو دلوقتي هيلعب مع شيلي في الافتتاح. أيوة، يقول لك انا اكسب شيلي، اكسب مباراه كمان يبقى دخلت اول او ثاني، فطبعا هي مخاطره محسوبه، لكن لو نجحت هتريحها جدا في المشوار اللي بعد كده. انما بيلاروسيا كوريا الجنوبيه، روسيا دي بقى المجموعه اللي عليها علامات استفهام، ازاي روسيا يعني مش على راس مجموعه، دي كانت بطل عالم في يوم من الايام. طيب اذا الاربعاء، مساء الاربعاء هتستمتعوا بحفل افتتاح البطوله، مصر وهي تتحدث عن نفسها، مصر وهي بتستقبل ضيوفها، مصر وهي بتتحدى كل الظروف الصعبه، ومصر وهي تعلن عن نفسها، مصر الجديده، مصر الرياضيه، مصر بكل قدراتها بتستضيف دول العالم في هذا المحفل الرياضي الكبير. مش غريبة على مصر في هذا التحدي الكبير، لأنه كمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعب كرة يد سابق،
هو لاعب طبعا، وهو رئيس اللجنه العليا للبطوله، فبالتالي كره يد صابر الكره في ملعبه. لا طبعا، شوف كره اليد بتحظى باهتمام صحيح ومشرفه.